السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموقع موجود في منطقة الصخير في مملكة البحرين، وكما يطلق عليه صخرة التنين أو دراغون روك. وموقعه موجود في الجوجل ماب، يمكن أن الذهاب إليه في منطقة الصخير. هذه جمال الصخرة، تكوينات تجويفية وصخور تكونت بفعل الطبيعة وعوامل التعرية والتجوية. منطقة جميلة في منطقة البحرين. هذه التجاويف الصخرية الجميلة، وهي أشبه بكهوف وتجاويف صخرية صغيرة. المنظر لمنطقة الصخير يمكن مشاهدته من هذه النقطة. انظر إلى جمال الأرضية وجمال تلك الصخور. هنا شق موجود بين الصخرتين، يمكن الدخول إلى هذه المنطقة والخروج من القسم الآخر. منظر جميل جدا. صخرة من الخارج، وهذا هو الشق الموجود بين الصخرتين. لهواة التسلق يمكن تسلق تلك الصخرة أو التصوير خارجا، وهي جميلة جداً.